السلام عليكم. مرحبا يا شيخ محمد فتحي. السلام عليكم شيخنا الغالي، كيف الحال؟ الحمد لله بخير. جزاك الله خيرا. شيخنا عندي استفسار بارك الله فيك. تفضل، سلمك الله. حفظك الله شيخنا. حكم مس المصحف والقراءة فيه إذا كنت على حدث أصغر، يعني مش متوضئ بس. والله أنا أختار الجواز. أما القراءة فقد توضأ النبي وهو فقد قرأ النبي وهو على غير وضوء لما استيقظ من النوم، وقرأ العشر آيات خواتيم سورة الأمران ثم توضأ. أما مس المصحف فقد أجاب عليه قريبا في هذه الحلقة. جزاك الله شكرا وإياك يا حبيبي.